السلام عليكم. اليوم مع وصفات أمهات إن شاء الله راح ندي روح الوجفة بالمربى واللوز إيفيلي. راح نستعمل هاد المول تاع السيليكون، يعني شوفوه كيفاش عامل. ها هو يعني يجي فيه ثقبة، يعني الشكل تاعو شباب. نبدلو شوية الأشكال. إذا راح نحتاج في هاد الوصف شو راح نحتاج؟ راح نحتاج 125 غرام مارغرين طرية، نحتاج نص كاس تاع السكر كلاصي، نص كاس تاع لامايزينا، مغرفة صغيرة تاع لافاني، رشة تاع الخميرة ما نكتروش الخميرة بزاف، والفرينة باش نلمو العجينة. نعاود لكم المقادير: 125 غرام مارغرين طرية، نص كاس تاع كاوكاو محمص ومطحون، نص كاس تاع مايزينا، نص كاس تاع السكر كلاصي، مغرفة صغيرة تاع لافاني، رشة تاع خميرة الحلوة، وفرينة باش نلمو العجينة. نبداو بالطريقة مباشرة. إذن ندير نص كاس تاع السكر كلاصي، ندلهم هذاك النص كاس تاع كاوكاو محمص ومطحون، نزيد لهم لافاني، مغرفة صغيرة تاع لافاني. هنا واش نزيد معاهم؟ نزيد معاهم صفار بيضاء فقط، ما حطيتهاش في المقادير من الأول. إذن ندير صفا تاع حبة بيض، إذا نخلط هاد المقادير مع بعض تاع المارغرين، السكر كلاصي، الكاوكاو ولافاني. نجيب الفارينة أمامي، نفتحها ونبدأ نضيف الفارينة غير بشوية خميرة رشة فقط، يعني ما نكتروش الخميره الكيميائيه، ونبدا نلم في العجينه تاعي غير بالعقل. ها هي العجينه تاعي تلمت، نقي فقط الحاله لهنا ونعاود نرجع لكم. نبدا نشكل في الحلوه، نحكم شويه تاع العجين، نعملو شويه بالطول على حساب المول، ونخبزها في المول مليح باش ياخذ اللون، حفظ الشكل تاع المول تاعنا. هذا الحلوه ندخله على 180 درجه بطبيعه الحال، تعمل كامل الحلويات نطيبوهم على 180 درجه، لكن خلوها تاخذ لون ذهب، يعني بتنحوهاش بيضه باش الحلوه تجيكم بنينه. اذا نكمل الحلوه، ندخلها للفوق طبيعة الحال. المول سيليكون متحطوش وحدو في الكوشة، حطو تحتو سنيوة، يعني المول ديرو في سنيوة ودخلوه يطيب. إذا نكمل كامل تشكل الحلوة تاعي في المول، ندخلها طيب، نعاود نتلاقي بكم من بعد إن شاء الله. بعد ما طابت الحلوة تاعي، ها هي يعني كنتكم حمروها شوية يعني باش تجينا بنينة. هنا واش ندير؟ هنا عندي شويه تاع اللوز ايفيلي حمصته، والمعجون مربى عادي. واش ندير؟ نحكم هذاك اللوز ايفيلي بعد ما نحمصه، يعني نكسروه شويه ما نخلوهش كبير هكذاك، يعني التزيين يبقى اختياري باش تعمريه ولا باش تزينيه. تقدري تستعملي جوز الهند ولا تستعملي كاوكاو تحمصيه وتطحنيه بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ راح نحتاج ان بانسو، نحكم الحبة تاع الحلوة، إذا وندلها المربى كامل في الأطراف بهذه الطريقة. ونديرها في اللوز إيفيلي هكذا باش يلصق في الأطراف. يعني من الحلويات الجافه يعني، ولا غير هي اللي تمشي لنا بزاف. من بعد واش ندير؟ نحكم مغرفه ونعمر هذيك الفتحه اللي بقات لي بالمربى.
هنا ميم تقدروا هاد الفتحة تعمروها بالحليب المركز بذوق الكراميل، يعني راح يجي روعة. تنعمرها بالمربى ولا بلا جولي، ديري لها اي ملون. اذا راح نكمل الحلوة ونعاود نرجع لكم باش تشوفوا الحلوة تاع نهار اليوم في طبق التقديم. اذا الحلوة تاع نهار اليوم، حلوة المربى واللوز ايفيليه، ها هي امامنا. بزاف بنينة، جربوها. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، والى اللقاء.